بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الأربعون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك مع أسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا يسأل ويقول عن فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عن وقتها ومتى، وأسأل يقول عن حديث الصحابي عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كم أجعل لك يا رسول الله من صلاتي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلثها نصفها كلها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على رسوله، قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، تارة تكون واجبة مثل الصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة فريضة كانت أو نافلة، والصلاة عليه عند ذكره إذا ذكر صلى الله عليه وسلم فإنك تصلي عليه، يجب هذا. تكون مستحبة في جميع الأحوال، تكون مستحبة في جميع الأحوال، تكثر من الصلاة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. هذا فضل عظيم، هذا من حقه علينا عليه الصلاة والسلام، من حقه علينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. فيصلي المسلم على نبيه كل ما تذكره، كل ما ذكر عنده في الصلاة التشهد الأخير فريضة أو نافلة. وأما ما ذكرت من الحديث في الذي يقول: أجعل لك صلاتي نصفها ربعها، أجعل صلاتي لك كلها، قال: إذن تكفى همك. المراد بذلك الدعاء له صلى الله عليه وسلم. الصلاة هي الدعاء، الصلاة في هذا هي الدعاء. قال الله جل وعلا: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. الصلاة هنا هي الدعاء، تدعو له، قل اللهم صلي وسلم على محمد، تدعو له أن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: امرأة توفي زوجها وفي نفس اليوم ذهبت تصلي عليه في الجامع، لا بأس بذلك، تذهب وتصلي مع النساء خلف الرجال عليه في الجامع، ترجع إلى بيتها، لأنها يلزمها المكث في البيت مدة العدة. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما ضابط البدعة؟ وإذا علم الشخص أن شخصا مبتدع، هل له أن ينقل ذلك ويحذر ذلك لإخوانه؟ ضابط البدعة هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. المسلم يجب عليه أن يعمل بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك البدع التي لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، من جميع أنواع العبادات لا يعمل منها إلا ما ثبت بالدليل من الكتاب والسنة، ولا يقلد المبتدعة ويعمل مثل عملهم. أما التعامل معه فتجب مناصحته، تجب مناصحته وتحذيره من الاستمرار في البدعة لعله يتوب منها ويتركها. وإذا رأيت أنه مستمر ولا يتركها فإنك تحذر من مجالسته والذهاب إليه لئلا يؤثر على جلسائه وقرنائه. نعم. أحسن الله إليكم.
يقول هذا السائل: ما الأحاديث الواردة في رعاية البنات والقيام عليهن حتى يتزوجن؟ نعم، من كانت عنده ابنتان وأحسن تربيتهن وحفظهن وصانهن حتى يتزوجن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وأيهما أقر به الكفار؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله الخاصة به كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وخلق السماوات والأرض وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هو الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام لأنه لا يكفي. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها الله لهم من صلاة وصيام وحج وصدقة وغير ذلك، هذا وهذا هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من الكفر. ما توحيد الربوبية وحده فلا يكفي، الكفار مشركون به وهم في النار إذا ماتوا عليه، لأنهم كما ذكر الله في القرآن: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وسيقولون لله. أما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر، فسيقولون الله. هذا الكفار يقولون هذا، ولم يخرجهم هذا من الكفر لأنهم لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية ولم يعملوا به. والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا إلى توحيد الألوهية، لأن توحيد الربوبية موجود في الأمم. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: شيخ، هل يقدح في توحيد الرجل الذي يضع المصحف في سيارته اعتقادا منه بأن ذلك سبب لدفع الشر والحوادث؟ نعم، ينصح عن هذا الفعل وأنه لا يجوز، لا يجوز اتخاذ المصحف للحرز واعتقاد أنه يدفع العين، وأنه هذا من اتخاذ الحروز والحجب، هذا لا يجوز. القرآن يعمل به، يقرأ ويتلى ويعمل به، ولا يعلق في السيارة أو في البيت أو لأجل اتقاء العين أو منع المحاذير، هذا اعتقاد لا يجوز، هو من اتخاذ الحجب واتخاذ الحروز واتخاذ التمايم. نعم. هذا يسأل يا شيخ ويستأذنكم في أفضل المختصرات في التفسير، وأقرأ يقول في مكتبتي صفوة التفاسير. أحسن المختصرات في التفسير تفسير البغوي رحمه الله الإمام الجليل أبو الحسين البغوي، هذا هو أخصر التفاسير الموثوقة. أما صفوة التفاسير فهو من جمع الشيخ محمد علي الصابوني، جمعه من عدة تفاسير ولم يميز في نقولاته بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يستفسر عن الآية: ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا بين الزوجين: لا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ولا تنسوا الفضل بينكم، وصية من الله للزوجين أن يتسامح بعضهم عن الآخر. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للخلافات والمشاكل بين الأم والزوجة، يقول: هذا أريد أن أخرج ببيت مستقل عن والدتي، فبماذا تنصحونني إذا كثرت الخلافات بين زوجتي ووالدتي؟ نعم، تجعل زوجك في بيت خاص لينقطع النزاع بينها وبين أمك، لكن لا بد أن تحضر عند أمك، ولا بد أن تبر بها، ولا بد أن تخدمها إذا احتاجت إلى خدمتك، فلا تبتعد عنها. أما زوجتك اجعلها في بيت مستقل وأنت مع أمك، أما أنت فتكون مع أمك، تداوم على حضورها وعلى برها وعلى الإحسان إليها والصلة. نعم. هذا يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهل هو يزيد وينقص، وكيف يزداد الإيمان إذا ضعف الإيمان عند بعض الأشخاص؟ نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دل على أن العمل بالقرآن والفرح بالقرآن يزيد بالإيمان. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى
ربهم يتوكلون. قال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالأعمال الصالحة تزيد في الإيمان، الأعمال السيئة تنقص الإيمان حتى ربما لا يبقى منه إلا مقدار حبة من خردل ذرة، كما قال صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني من لا ينكر المنكر بقلبه فإنه ليس بمؤمن. وقال ذلك أضعف الإيمان، يعني من أنكر المنكر بقلبه ذلك أضعف الإيمان، دل على أن الإيمان يكون ضعيف ويكون قويا. وفي الحديث أخرجوا من النار، إن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال في المنافقين هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فيكون الإيمان ضعيفا حتى يكون قريبا من الكفر. يقول هذا السائل يا شيخ قول القائل يا قدرة الله أو يا رحمة الله وبين الاستعاذة بكلمات الله التامات في الحديث، دعاء الصفات لا يجوز، يدعى الموصوف وهو الله جل وعلا ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها، يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، هذا مشروع. أما الدعاء فلا تدعى، لا يقال يا وجه الله يا رحمة الله يا كذا، وإنما يدعى الله جل وعلا ويتوسل إليه باسمه وصفته. نعم أحسن الله إليكم. سؤال آخر وصل من مستمع للبرنامج ومتابع كما ذكر، يقول أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لي في هذا السؤال ما هو الذي ينافي كمال التوحيد الواجب وما الذي ينافي كمال التوحيد المستحب؟ ينافي كمال التوحيد الواجب الشرك، الشرك بالله عز وجل ينافي التوحيد، الشرك الأكبر والأصغر، الأصغر ينافي كمال التوحيد والأكبر ينافي التوحيد نهائيا، لا يجتمع هو والتوحيد أبدا. والمنافات التي تنافي التوحيد بالكلية الشرك الأكبر، الذي ينافي توحيد كمال التوحيد هذا هو الشرك الأصغر. نعم أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردت البرنامج هذا السائل يقول قرأت أن من قرأ عند نومه في الليل سورة الملك يمنع من عذاب القبر، ما فضل سورة الملك وهل هذا حديث؟ نعم حديث إن فضل سورة الملك وأنها المنجية، أن رجلا قرأها فرفع الله عنه قرأها فرفع الله عنه عذاب القبر، يعني لما مات رفع الله عنه عذاب القبر بقراءتها في حال حياته، وتسمى بالمنجية، هذا ثبت في الحديث. ولكن توقيت قراءتها عند النوم هذا ما أعرف فيه دليل، يقرأها دائما في كل يعني حالاته ليس خاصا عند النوم. نعم. يقول نحن نقرأ القرآن الكريم بأصوات جماعية، مثلا سورة الفجر نقرأها بصوت واحد ولكن جماعي. لا، الصوت الجماعي هذا مبتدع في الأذكار والقراءة وقراءة القرآن، هذا مبتدع إلا على سبيل التعليم، إذا كان المدرس يلقي عليكم الآية تقرؤونها جماعيا لأجل التعلم هذا لا بأس به. نعم. هذا يسأل عن سجود السهو في النوافل وصلاة القيام، وهل سجود السهو خاص في الفرائض؟ لا، ما هو خاص في الفرائض، من سهى سواء في الفريضة أو في صلاة النفل فإنه يسجد سجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أصلي في بعض المستشفيات وعند زيارتي لأحد الأقارب المرضى وعند انتهاء من الصلاة يأتيني بعض الأشخاص يطلبون مني أن أرقى مرضاهم، لا بأس به، هذا من الإحسان إذا كان عندك مقدرة وتتمكن من رقية المرضى الذين طلبوا منك، هذا من الإحسان إليهم، احتسب الأجر. يسأل هذا السائل في هذا الحديث ما معناه وأنا وارث من لا وارث له، حديث السلطان وارث من لا وارث له، إذا مات الميت وليس له ورثة لا من أصحاب الفروض ولا من العصبة ولا من ذوي الأرحام فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول إذا أراد الإنسان
الشيخ أن يمتنع عن بعض المباحات زهدا لا تحريما، فما الحكم؟ على كل حال المباحات أباحها الله سبحانه وتعالى، والذي ينهى عنه الإسراف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا كان بين ذلك قواما. هذا هو المأمور به. أما ترك بعض المباحات وهو يشتهيها لا يحرم نفسه، لا يحرم نفسه منها، لكن لا يسرف في تناولها. نعم. هذه سائلة تقول بأن أختي فضلت الدراسة على الزواج مع أن الخطاب كثروا عليها وترددوا، وشجعها على ذلك والدي، فوالدي يقول الدراسة أولى من الزواج. هذا غلط وخطأ من والدكم، الزواج أولى من الدراسة، مع أن الزواج لا يمنع الدراسة، تتزوج وتدرس. الزواج لا شك أنه أنفع لها من الاستمرار في الدراسة، وكما ذكرنا لا يتنافى هذا مع الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ألا يمنع الخاطب الكفء الذي ترضاه المخطوبة ويقال من أجل للدراسة؟ نعم. هذا يسأل يا شيخ ويقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ وما حكم الشرع من يسأل العامي عن بعض أموره الشرعية؟ وهذا العامي لديه بعض العلم من خلال سماع الفتاوى وغيرها. لا يجوز سؤال العامي والجاهل، لا يجوز. الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر أنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم. لا يجوز أن يسأل العوام والجهال ولو كانوا عندهم محفوظات من الفتاوى ويطلعون عليها، لا يجوز لهم أن يفتوا بها، لأنها ربما تكون في أحوال لا تنطبق على أحوال السائل وظروف لا تنطبق على أحوال السائل، وقد يكون الناقل غير فاهم للفتوى، ما يكون غير فاهم للفتوى، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل يا شيخ يقول: هل صحيح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اخشوا شنو؟ قال: النعم لا تدوم. ظاهر هذا من كلام عمر رضي الله عنه، تمعددوا واخشوا شنو، ظاهر لي أن هذا من كلام عمر رضي الله عنه، ومعناه أن الإنسان لا يترف نفسه، وإنما يكون عنده شيء من الخشونة والقوة وعدم الميوعة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: هل قول الرجل لأخيه أرجو أن تدعو لي في سفري قادح في الإخلاص والتوكل؟ لا، ليس قادحا، تطلب من أخيك أن يدعو لك. الله جل وعلا قال للنبي: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن له وقال له: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الوالدة حفظها الله عندما انتهت من الوضوء للصلاة شكت بأن هناك نجاسة على ملابسها، فقامت بتغيير الملابس ولكن لم تعد الوضوء، فهل الصلاة جائزة؟ نعم، الصلاة جائزة ولا تبني على الشك، ما تثبت النجاسة إلا باليقين، الأصل الطهارة، ولا تعمل بالشك والظن ما لم تتيقن أن الثياب فيها نجاسة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: والدتي أصيبت باكتئاب حاد وهي في السبعين من عمرها، وهي في غرفتها وأولادها وبناتها حولها، ولكنها لا تتكلم معهم، فهم يتحسرون ويريدون أن تتكلم وهي لا تتكلم، ما واجبهم وهل يؤجرون على رعايتها؟ يجب أنهم يراجعون الأطباء النفسانيين، ربما عنده مرض نفسي فيعالجونه، وكذلك يطلبون لها الرقية من أهل الصلاح وأهل العلم لعلها تنفعها تشفى من هذا المرض، ولا تتركوها بدون علاج، بدون علاج طبي أو شرعي، فاعملوا الأسباب، وأيضا أنتم لا تقاطعوها وتبتعدوا عنها، كونوا حولها وآنسوها وجالسوها. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء شيخ صالح الفوزان على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب، وقد سجل هذا اللقاء الزميل عبد الله السلولي من الإذاعة الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.